Tjena, det är Mustafa Jabbe här. Idag är det Ashura. De flesta av er undrar, vad är Ashura? Varför samlas alla tjejer muslimer? Vad är syftet med det? Vem är Imam Hussein? Varför gör de det? Så idag ska jag är på väg just nu faktiskt och träffa en imam där han får berätta lite om Imam Hussein, om Ashura, om allt det här. Så häng med så får ni svar på alla frågor. Mustafa här igen. Nu är jag hos imamen. Jag ska ställa lite frågor. Vad är Ashura? Vad gör shia muslimer när det är Ashura? Och varför? Och vad är meningen med det? Och vad är syftet med det? Assalamu alaikum, shaykhi. Alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Shaykhi, marhaba. Jag har en fråga till er, självklart. Jag säger det. Och jag är en av dem. Jag har en fråga. تعني عاشوراء شنو عاشوراء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد يوم عاشوراء ويوم عالمي كان هو فرقان بين الحق والباطل فرقان بين النور والظلام فرقان بين الحرية والديكتاتورية فرقان بين كل المعاني والمبادئ التي جسدها الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء لذلك تجتمع الشيعة وكل المسلمين في هذه الأيام أيام محرم الحرام تقتبس من نور الإمام الحسين عطاء وتقتبس من نور الإمام الحسين دروسا كبيرة لأن يوم عاشوراء كان يمثل ولا زال وسيبقى يوم عاشوراء هو يوم عالمي تنتهي للأمم من عطاء الإمام الحسين فكرا وعلما وعاطفة ومجدا وإباء وتضحية وكبرياء فيوم عاشوراء إذا أردنا أن نختزل بهذه العجالة أن يوم عاشوراء هو كان يمثل يوم الحرية على يوم الظلم يوم الديمقراطية على يوم الدكتاتورية وكان يوم عاشوراء هو يوم عظيم عند الشيعة وعند كل المسلمين وستبقى إن شاء الله هذه الاحتفالية وهذه الأيام أيام عظيمة عند الشيعة وعند المسلمين جميعا تحتفل بهذه الأيام وتستذكر تلك الدروس التي أعطاها الإمام الحسين عليه السلام في نهضته وثورته. فاطمة بنت محمد النبي محمد صلى الله عليه وآله أبوه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأخوه الإمام الحسن عليه السلام وهو له سيرة عظيمة حتى قال النبي صلى الله عليه وآله في منقبته وفي فضله أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال أيضا حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين فبهذه العجالة نختزل ونختصر بإجاز غير مكلف أن الإمام الحسين هو إمام مفترض الطاعة ومعصوم وهو إمام لكل البشرية لأنه كل البشرية اليوم تستفيد من عطاء الإمام الحسين حسين ضمن حقوق الإنسان وضمن حقوق حيوان وضمن حقوق الإنسانية جميعا. المسيرة واستذكارا لذلك اليوم العالمي
كما أنه توجد بعض الأيام اليوم هي مهمة في الحقيقة، كيوم مثلا رأس السنة. رأس السنة هو يوم كريسمس، وكل الناس تجتمع في هذا اليوم احتفالا واحتفاء بعظمة هذا اليوم أو لما لهذا اليوم من قدسية وعظمة. وكذلك يوم هنالك من أيام كثيرة كما يقول الله عز وجل وذكرهم بأيام الله. يوجد مثلا يوم التوبة العالمي، يوم عرفة. أن نحن لدينا يوم من أيام من هذه الأيام العظيمة هو يوم عاشوراء. نحن نجتمع ونحتفل بهذا اليوم سلميا ونقدم فيه الطعام استذكارا لذلك الإمام، ونستذكر بعض الدروس المهمة من خلال المحاضرات، من خلال القصائد، من خلال المجوزات المهمة الواعية الهادفة التي نستطيع من خلالها أن نوصل صوت الحسين عليه السلام الذي إلى اليوم لا زال ينادي: ألا من ناصر ينصرنا، ألا من داب يدب عن حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهداف الإمام الحسين عليه السلام كثيرة، منها الإصلاح. قال: إني لم أخرج بشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت بطلب الإصلاح في كل جدي بسم الله، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإصلاح، وهذه الكلمة يعني الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح المالي، الإصلاح السياسي، في كل معنى من معاني الإصلاح خرج من أجله بناء خصيصا. Thank you.